مرحبا بالمشاهدين مع اجدد اخبار نجوم تركيا. براءة الممثل بوراك دينيز. في العام الماضي قدمت الممثلة للبيري شاهين كايا للقضاء التركي شكوى ضد الممثل بوراك دينيز لأنه تعدى عليها بالألفاظ الحادة في مكان عام، ذلك وعند مقابلتهم بالصدفة لبعضهم البعض، كما ومن كان برفقة الممثلة للبيري هم أصدقاؤها وكانوا الشاهدين عما بدر من الممثل بوراك دينيز اتجاه للبيري شاهين كايا. ولاحقا استمرت جلسات القضاء بين محامين الطرفين لأشهر طويلة، حتى وفي يوم أتى دليل ضد بوراك وهو مشاهد من كاميرات المراقبة تثبت اقتراب الممثل بوراك دينيز من طاولة الممثلة نيلبيري شاهينكايا. ومؤخرا ووفقا للقانون التركي تم تبرئة الممثل بوراك دينيز كون أن ما قام به ليس جريمة في القانون التركي، بالإضافة لعدم وجود أدلة صوتية كافية تثبت فعلته. وهذا هو بيان حكم القضاء والذي ينص على تبرئة الممثل بوراك دينيز. الممثلة سدى باكان تحجبت. شاركت الممثلة سدى باكان صورا لها وهي مرتدية الشال بطريقة ارتداء الحجاب، وأخبروها بعضهم بالتعليقات بأن الحجاب لائق عليها كثيرا، ظنوا بأنها فعلا قد تحجبت، ولكن ومن خلال الصور أوضحت الممثلة سدى بأنه ولشدة برودة الطقس في بريطانيا قامت بارتداء الشال
أما والممثلة هاند إرتشال فاجأت الجميع بإطلالتها الجديدة والتي دوما ما كان الشعر الأسود يرافقها، بينما الآن قامت بتغيير لون شعرها. والممثلة إسلي أنفار تقضي حاليا إجازتها مع عائلتها في الولايات المتحدة، وشاركت إسلي هذه الصورة برفقة ابنتها إيلاي. Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de, sağ olun. Vallahi gayet güzel geçti. Zaten işte o bölgeye ne zaman gitsem hep beni çok misafirperver ağırlıyorlar. Sağ olsunlar. Güzeldi, güzelce izledik. Zaten ben bu yıl biraz takip ettim formülayı. Yani izlemeyi falan seviyorum, evet. Yani kendi kontrolümde herkesin sağlığını ve hayatını düşünerek araba kullanıyorum genelde. Kadir evet bana öyle kontrollü olarak o anlamda deneyimleri yaşatıyor, sağ olsun. Sizde ne var ne çok, nasılsınız? Ben sizin belgeselinizi izledim. Beğendiniz mi? Evet beğendim. Tabii ki bütün bölümleri izleyemedim ama Bodrum falan var. Canınız sağ olsun ya, siz geldiğinizde bize haber verin. Mithat da işte Kadir oynadı. Ondan sonra yapımcılığını biz yaptık. Ondan sonra o epey güzel kara komedi bir